اختتمت فعاليات البطولة الدولية لقفز الموانع والتي نظمتها وزارة الداخلية بوادي الفروسية بالتنسيق مع الاتحادين المصري والدولي للفروسية والهيئة العامة للخدمات البيطرية. استمرت فعاليات البطولة على مدار 3 أيام وبمشاركة عدد 175 فارسا وفارسة من دول مصر، سوريا، ليبيا، فرنسا، ألمانيا، أستراليا، هولندا وجنوب إفريقيا، وسط إشادة كبيرة من الفرسان المشاركين بالتنظيم وبتجهيزات وادي الفروسية واستعداده لاستضافة كافة فعاليات رياضة الفروسية بنجاح كبير. على مدار 3 أيام استضاف وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية منافسات البطولة الدولية لقفز الموانع بالتنسيق مع الاتحادين المصري والدولي للفروسية وبمشاركة 175 فارسا وفارسة من دول عربية وأجنبية إلى جانب مصر. شهدت ملاعب الوادي تنافسا كبيرا بين الفرسان من مختلف الأعمار على اجتياز الموانع متدرجة الارتفاع حسب الفئة العمرية، خاصة مع إعداد وتجهيز الملاعب وفقا لمعايير دولية تسهم في إظهار قدرات الخيول في الركض والقفز. ذهلنا بالترتيب والنشاط يلي انحط لنجاح هذه الدورة، وندل على شيء بدل أنه في رؤية عند القيمين على الرياضة وعند الاتحاد المصري للفروسية تيودوا الفروسية المصرية حيث لازم أن تكون. البطولة أكثر من التوقعات، أنا جاي وأنا متأكد أنه حيكون في بطولة في مصر راقية بمستوى رقي مصر في الفروسية، وهي رائدة الدول العربية في الفروسية، ووجدت أنه الواقع أجمل مما كنت متوقع. هذا المكان يحظى بأكبر البطولات العالمية إن شاء الله. It's amazing the feeling the people brought from overseas and the riders, the international riders. It's amazing to have seen all that and this feeling. And alhamdulillah, all the classes went very well and people were very happy, I think. الفرسان من مختلف الدول عبروا عن سعادتهم بالمشاركة في هذه البطولة في ضوء ما يملكه وادي الفروسية من إمكانيات فنية وإنشائية ولوجستية كبيرة، فضلاً عن موقعه المتميز على بحيرة عين الحياة بالفسطاط الذي وفر أجواء مثالية للمنافسة. I'm really thankful to be here. It's my first time in Egypt. I think it's a really, really nice show. All the people around are really, really nice. I would like to thank the Egypt organization for organizing this beautiful show. It's so incredible to be here and I'm really thankful for the opportunity. I'm so grateful for having the opportunity to see your beautiful country and I can't wait to come back. The العوامل اللي تخلي الخيل تأدي أقصى ما عندها، فبالتالي الفرسان تعرف تطلع كل الكويس اللي عندها متوفرة بجانب الأجواء. احنا شايف ان احنا مفتقدين بطوله بالجمال ده بقى لنا فتره يعني. نزلت الحفله ديت اول يوم كسبت اول في البيك تور، ثاني يوم الحمد لله ربنا كرمني وكسبت ثالث في البيك تور، النهارده الحمد لله ربنا وفقني ان انا اكسب الجراند بري. احنا بقى لنا كتير جدا مفتقدين بطوله دوليه بالشكل ده، من زمن فات، من اكتر من 10 سنين ما حصلش بطوله دوليه بالتجهيزات اللي موجوده في البطوله دي. ومنتهى الصراحه احنا ما نختلفش اي حاجه عن اوروبا وعن الدول الخليج كلها. تضمنت فعاليات البطولة الدولية لقفز الموانع توزيع الميداليات والهدايا التذكارية على الفائزين بالمراكز الأولى، مع تأكيدات بالرغبة في العودة للمشاركة في بطولات أخرى تقام على ملاعب وادي الفروسية. بقالي مثلا 3 سنين لحد دلوقتي باجي هنا، وفي الـ3 سنين دول بصراحة
في تطور كبير قوي 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 حصل من بدايه من الارض، من الرمل بتاعه الارض لحد ما كل حاجه والتنظيمات والمحلات بتاع الاكل وكل حاجه. المكان بقى على مستوى عالي جدا، وحصل فيه تغييرات كبيره جدا جدا جدا، وبقت حاجه مشرفه وقويه جدا انه يقدر يستقبل البطوله دي. عمل حاجه مشرفه جدا الحقيقه. وادي الفروسيه قلعة رياضية متطورة ومجهزة لاستضافة بطولات الفروسية المحلية والدولية، وتعبر عن الاهتمام الذي توليه الدولة لهذه الرياضة والتطور الكبير الذي تشهده والمتمثل في النجاحات التي حققتها في استضافة فعاليات دولية ومحلية في رياضة الفروسية. Want to thank everyone for this beautiful opportunity and I will definitely come back. شكراً مسخي. And شكراً مسخي. Thank you so much. نجاح كبير سجله وادي الفروسية في استضافته البطولة الدولية لقفز الموانع، ليتأكد معه على استعداده الدائم لاستضافة كافة البطولات المحلية والدولية بما يملكه من إمكانيات كبيرة في مرافقه وتجهيزاته وترتيباته التنظيمية المختلفة، إضافة إلى إطلالته الساحرة على بحيرة عين الحياة بالفسطاط. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.